السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. من منطلق حرص الإدارة العليا لشركة أبوظبي للخدمات الصحية لتقديم الخدمات لكافة أفراد المجتمع عالية الجودة، ارتئينا في شركة صحة لإيجاد بعض الحلول التي قد تساعدنا في عملنا. بعد كل عملية نقل مريض من مرضى كوفيد تحتاج سيارة الإسعاف إلى تعقيم، مما يترتب عليه إرسالها إلى مكان مخصص وتتعقم سيارة الإسعاف بالكامل، ثم تعود إلى الموقع لنقل المريض الآخر. بما أن عامل الوقت عامل مهم جدا في ظل هذه الظروف، نحن ابتكرنا طريقة تعقيم ذاتي لكل سيارة إسعاف بدون أي تدخل بشري، مما يكسبنا الوقت ويوفر علينا المجهود، وطبعا تستغرق العملية 20 ثانية. الحين بنتكلم على آلية عمل نظام التعقيم الذاتي للإسعاف. عند إنزال المريض يقوم السائق بفتح زر الأمان لنظام التعقيم، ومن ثم يتم إغلاق جميع أبواب سيارة الإسعاف، ومن ثم يستخدم نظام الخارجي اللاسلكي للتحكم بنظام التعقيم، ويتم تشغيل النظام والانتظار لمدة 20 ثانية تقريبا. جميع الكابين الخارجية والداخلية، الأماكن كلها تضببت، الأسطح الظاهرة والمخفية، وبعد 20 ثانية تكون سيارة الإسعاف جاهزة لاستخدام المريض التالي.